الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي من مواليد منطقة الشامية، درس المرحلة الابتدائية في مدرسة المامون وأنهى المرحلة الثانوية في ثانوية الدعية، ثم التحق بجامعة الكويت كلية التجارة وأكمل دراسته العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حرص خلال هذه الفترة على زيادة الجانب الثقافي من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات، كما لم يغفل الجانب الاجتماعي من خلال تخصيص يوم من كل أسبوع للتواصل والترويح مع الطلبة الكويتيين والخليجيين والعرب. بعد إنهاء دراسته العليا وعودته إلى الكويت، عمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وخلال فترة الغزو عمل في جامعة العين كأستاذ زائر، شغل منصب عميد كلية الدراسات التجارية ثم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو الآن يشغل منصب مدير عام معهد الدراسات المصرفية. عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج رجال من الكويت. اليوم ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي، حياك الله معنا في هذا اللقاء ونحن سعداء. أنا أسعد أستاذتنا الكريمة وانتقامة من القامات الإعلام، فأتشرف أن أكون معكم في هذا البرنامج وأن أكون على تواصل مع أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدين. دكتور، جرت العادة أن نبدأ أين كانت الولادة ومتى، وماذا تذكر أو ماذا بقي في الذاكرة من ملامح الطفولة؟ أنا ولدت عندما كنا ساكنين في منطقة الشامية، وأتذكر بأني درست في مدرسة ابن خلدون بالروضة، وكان من الذكريات اللي هي كانت الأناشيد الحلوة اللي كانت موجودة ذاك الوقت، من ضمنها أنا بالروضة ويا أصحابي ساعة لعبي ساعة لكتابي، فأرى فيها أن كان في نوع من الإرشاد، يعني مو بس إنشودة، مو بس أن قصيدة، لكنها تعطي معنى أن أنت مع أصحابك وفي توازن. أنا أدرس إدارة الوقت، فيقولك ساعة لعبي ساعة لكتابي، اللي هو عملية التوازن بين اللعب وبين الإنسان حياته وبين أيضا الكتاب والدراسة والاطلاع، فش كان شيء حلو. أيضا أتذكر في تلك الفترة أن كنا إحنا في عندنا نومة الظهر في الروضة، نعم. وبعدين يعني خلونا نرجع لبيت أهالينا تقريبا الساعة 4. أما الابتدائي فكان في مدرسة المأمون اللي حاليا صارت هي مدرسة الشايع بعد ما قام عائلة الشايع الكرام بإعادة بنائها، فهي نفس المكان اللي كانت موجودة. وكان أتذكر كان معنا كثير من الشباب الكويتيين الموجودين في تلك الفترة، منهم على سبيل المثال الحصر أسعد الرويح اللي كان بالداخلية، منهم عدنان المرزوق، منهم عصام المرزوق، منهم مجموعة كبيرة الحقيقة من الأخوان والخوات اللي كانوا معنا في تلك الفترة. الخوات كانوا معنا بالروضة. فكانت الذكريات حلوة، كان المدرسين عندهم إخلاص حقيقة. يعني أتذكر واحد من الأساتذة أذكره لي اليوم، أستاذ فاروق، كان يمر الديوانيات الشامية ويعرف شنو العيال سووا، فينا ثاني يوم يقول والله عندي فانوس سحري، عرفت شنو سويته؟ فاللي ما يدرس كان يخاف، يقول هذا عنده فانوس سحري، عرف شنو اللي عندي. بعدين في مرحلة المتوسطة لما انتقلنا، ظل بيتنا بالشامية، صار عندنا البيت يعني بيت الوالد أيضا في المنصورية، فصار أقرب شيء لي صار أقرب شيء لمدرسة المتوسطة، متوسطة القادسية، اللي سبحان الله اليوم أنا بيتي بالقادسية جبال مدرستي اللي درست فيها المتوسطة. أقول حق عيالي ترى أنا هني درست المتوسط. فدرسنا فيها المتوسط. وأيضا أتذكر من الأشياء الحلوة لنا كان الإخلاص المدرسين، أن كان أنا يعني ليس مدحا من نفسي لكن كنت من المتفوقين، بس كان يجيب الطلبة كلهم، أذكر مدرس اللغة العربية قبل الدوام ويجيب لك صورة كاملة يقول لك اعرب، فحرص كان على أن فعلا يطلعك مستوى عالي ولا يفكر المدرس بدروس الخصوصية. وكان معانا أيضا نخبة كبيرة من أبناء القادسية في تلك الفترة، كثيرين، عارف الخياط، فوزي القصار، محمد المرشد، بدر المرشد، مجموعة كبيرة الحقيقة من الشباب. بعدين انتقلنا إلى مرحلة الثانوية، وكانت ثانوية الدعية اللي هي ثانوية البشر حاليا، وكان أتذكر ناظر المدرسة حسن زغلول الله يرحمه،
كان عنده شخصية مميزة قوية، فكنا حتى لما نحتاج مدرس رياضيات ومؤلف كتاب رياضيات. فكان بالصدفة في أذكر رابعة ثانوي علمي كان عندنا مدرس رياضيات شوي كان مريض بالقلب، فكان في أي في أي حصة ما يقدر يروح النادي ويدرسنا، وكان يدرس بشكل كبير، وكان أيضا عنده الشخصية المميزة. يعني كان عندنا في تلك الفترة المدرسة تضم بعض أفراد الأسرة الحاكمة والعوائل الكبار والمؤثرين، بس كان شخصيته فارضها على الجميع. وأيضا أولياء الأمور في تلك الفترة يعطون للتعليم أهمية، يمكن بعضهم غير متعلم لكن يهتم أن يعطي المدرس ويعطي الأستاذ الحرية. فهذه الشخصية كان في تنافس في تلك الفترة أذكر بين ثانوية الدعية وبين ثانوية عبد الله السالم، لما كان فيها الأستاذ جمعة ياسين ناظرها، كانوا يتنافسون من يطلع من عندهم الأوائل في تلك الفترة للمرحلة. فكانت هذه بالنسبة للدراسة، غير ما صاحبها من طبعا بالفريج بالمنصورية، وكان نروح المنصورية والقادسية ومع ربعنا، ويمكن منطقة المنصورية يمكن كانت تتميز بالتجانس وكلنا أسرة واحدة. ما كان في الجو الموجود اليوم، يعني السنة والشيعة وكنا يعني مع بعض وأسرة واحدة، وعشنا هذا الجو الحلو اللي نتمنى طبعا أنه يستمر. هذا يعني بإيجاز. دكتور، متى أخذت الثانوية العامة وشنو كان طموحك في هذه المرحلة؟ السنة ما أبي أقول السنوات، بس أخذنا الثانوية العامة، أخذت الثانوية العامة علمي. أنت صغير يعني. فعلا أنا خلصت. أنت صغير، إحنا يعني وين إحنا؟ أنت ابن من أبنائي يعني. لا 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 مو لا يعني مو أنا أصغر، يمكن ما أصغر منك إن شاء الله ثقافة انتقامة من الغامات الإعلامية. شكراً لك. ويعطيك الصحة والعافية ويعطيك العمر. أنا ما خلصت طال عمرك الثانوية، خلصنا علمي ذيك الفترة، كان اللي خلص علمي يا طب يا هندسة، مدام أنت علمي دخلت في المجال يا طب يا هندسة، وكان متاح لأن وكان الأعداد متاح. وكانت بعثات الدولة في تلك الفترة تركيزها على الطب والهندسة، وكنت أطمح حقيقة أني أروح، يعني أنا كنت أحب الرياضيات وقوي بالرياضيات، فكنت أفكر أني أدرس هندسة بأمريكا. والدي الله يرحمه قال لي لا أنت صغير، عمرك 17 ونص، أنا خلصت الثانوية، قال لي حتى 18 ما صرت، فأنت كمل الماجستير والدكتوراه بأمريكا، الحين دش جامعة الكويت. كانت جامعة الكويت في كلية هندسة، لكن كانت في بداياتها، وكانت كلية الهندسة يعني توا أوائل السنوات، فكنت متردد بينها وبين كلية التجارة. فأخذت في أول فصل دراسي خلطة، أخذت نص ونص، أخذت نص مواد الهندسة كالكولاس وبعض المواد الثانية، وأخذت مادة أصول إدارة وبعض المواد التجارية، فخلط بين الاثنين مع مادة طبعا إنجليزي وغيرها من المواد الاختيارية. استهواني تخصص الإدارة، حبيته يعني من البداية. وأنا دائما أقول حق حتى طلبتي أو أبنائنا وأبناء زملائي وإخواني، وأقول لهم دائما روح التخصص اللي أنت تحبه، بس أيضا يكون له مجال لكل سوق، مو بعد يعني متخصص تحبه ما له مجال وما له مكان. فإذا جمع بين الاثنين شيء مهم. فالحمد لله استهواني هذا التخصص، ودخلت في كلية التجارة في جامعة الكويت في تلك الفترة. لما خلصت هل اشتغلت ولا كملت دراسات عليا؟ اي انا قبل اني انا ارجع للكليه، اذكر لكليه التجاره ان احنا الحقيقه يعني كانت لها ذكريات طيبه عندي. يعني انا كليه التجاره في جامعه الكويت سبحان الله في المرحله كنا يعني مجموعه من الاخوان ومجموعه من الاصحاب في علاقاتنا الاجتماعيه، وكنا نلتقي مع بعض. كان عندنا ما يسمى بطبق الاربعاء، كان الخميس واللي معه عندنا الخميس واللي معه عندنا إجازة. وكتونا طالعين بالثانوية، كان بدايات ما يكون الخميس واللي معه عطلة، فكان عندنا طبق الأربعاء نتجمع في يعني الأمة إذا كان في البدع أو يكون في البر في أوقات الربيع، ونلتقي مع بعض مجموعة كبيرة يمكن تصل إلى 80 شخص. في نفس الوقت إحنا بالجامعة أثناء دراستنا الحقيقة كنا سعيدين بالفترة اللي هي الفترة اللي كانت قبل الغزو، كان الكويت فيها نخبة من الأساتذة والدكاترة المميزين. يعني لما يدرسك واحد وزير اقتصاد سابق في سوريا، وزير مالية في الأردن،
سابق وزير مثلا يكون الاقتصاد أو التربية في وخاصة هم الوزراء ما يو بس لمجرد استوزر، تلاقيه هو قبلها أستاذ جامعة ورجل لباع طويل في تمام مجاله. كلام السادة أمل، كانوا نخبة من الخريجين الحاصلين على الدكتوراه من أفضل الجامعات في الولايات المتحدة وبريطانيا، نخبة بعلمهم وثقافتهم وهذا. فاستفدنا الحقيقة من هالمجموعة، في نفس الوقت احنا طورنا نفسنا ايضا، استفدنا من الجو الموجود بالجامعة. يعني انا اتكلم يعني انا عن نفسي وبعض الاخوان الزملاء دخلنا العمل النقابي، يعني انا 3 مرات دخلت الى بالانتخابات والحمد لله الله وفقني فيها في بالنسبة للطلبة باتحاد الطلبة والجمعية الطلابية، كنت امين سر الجمعية الطلابية، فتعطيك خلفية ثقافية ونقابية في سن مبكر وشيء زين، يعني حتى لو الإنسان يتعلم منها للمستقبل. فكنا نجمع بعضنا، يمكن أنا دش كانت بالعدلية دش الكلية الصبح ما نطلع منها، نقعد إذا صار عندنا فترة بين المحاضرات يا بالجمعية الطلابية يا تروح المكتبة يا إن حتى بالكافتيريا فيها لقاءات، فكانت جو حلو ممتع ثقافيا واجتماعيا مشجع جدا. هذه قبل مرحلة يمكن أنا دمجت ما يخالف موضوعين مع موضوع واحد، قبل لأن أنا انتهي دراستي. لما خلصت الدراسة الحمد لله وفقني الله لخلص دراستي ب3 سنوات و3 أشهر يعني خلصت، فكانت الفرص متاحة للأمانة في تلك الفترة، الفرص الوظيفية متاحة، لكن فكرت في الدراسات العليا والحمد لله مجموعي سمح لي، فقبلت قدمت مكانين لبعثة في جامعة الكويت والحمد لله قبلوني كمعيد بعثة، وأيضا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اللي خلاني أروح عن طريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن الإجراءات كانت أسرع وأسهل، يعني قبل الإنترنت ما كان في إنترنت، فقالوا لي روح على قبول اللغة، يبقى قبول اللغة روح، كان أسهل بالإجراءات والحمد لله ربما كانت يعني خيرة. ورجعت إلى يعني حتى لما رجعت درست في بعدها في يعني في الجامعة الكويت أيضا ودرست في التعليم التطبيقي. ليش اخترت إدارة الأعمال؟ إدارة أعمال اخترتها يعني كتخصص، رأيت أن البلد الكويت بلد تجاري وبلد مالي ومستقبلها في هذا المجال وهي بلد نفطي يعني، واستهواني هذا التخصص. لما دخلت بعض المواد استهواني بهذا التخصص، ومثل ما قلت لك قبل شوي لما كنت أنا بالرياضيات زين فيها بعض المواد فيها رياضيات وأنا أحب هالمجال، وأيضا في مجال الإدارة كمانجمنت فيها نوع من التحليل وفيها نوع من الاعتماد على الشخصية واعتماد على العلاقات واعتماد على أمور مهمة أنا ارتأيتها تتناسب مع شخصيتي، فاستهواني هذا التخصص وكملت سواء في طبعا في الدراسة في الجامعة الكويت أو بعدين مقدت في الدراسات العليا في الولايات المتحدة. مرحلة الماجستير والدكتوراه، هذه المرحلة ماذا تقول عنها؟ أنا أعتقد أي واحد تتاح له الفرصة ويدرس في الولايات المتحدة إذا لا هو حريص على نفسه راح يستفيد. وجودك في أمريكا في تلك الفترة ويمكن حتى الطلبة اللي يروحون اليوم هو بحد ذاته خبرة جديدة للإنسان. بلد متقدم وفي نظام يعني متقدم جدا. أيضا إحنا لما درست في جامعة كليرمونت في الولايات المتحدة فيها ايضا في كليرمونت نوعا ما وفي في في ايضا في كاليفورنيا نوعا ما نوع من الناس ان صح التعبير بالانجليزي فريندلي او عندهم نوع من العلاقات وممكن يفتحون معك وتكون علاقات مع المجتمع. تواجدنا في امريكا وفي يعني كليرمونت بالتحديد جامعه كليرمونت بالتحديد فادنا بعده جوانب، اولا كان في نخبة من الدكاتره المتميزين في تلك الفتره ومن ابرزهم البروفيسور بيتر دراك، هو ما في أحد درس إدارة أعمال أو إدارة عامة وما قرأ لهذا أو درس عنده. أنا كان حظي جيد أن درست عنده بعض المحاضرات أو بعض المقررات، فهو أستاذ متميز مع نخبة كبيرة أخرى من الأساتذة. أيضا كان المجموعة اللي موجودة هناك مجموعة حقيقة من الأخوة العرب ومن الأجانب أيضا نستفيد منهم. جمعنا أيضا بين الجانب هذا وبين كان لنا لقاءات اجتماعية مع بعض، يعني احنا الكويتيين. كان في أي ولاية دكتور؟ أنا كنت في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة. طيب نتوقف عند ولاية كاليفورنيا
عزيزي المشاهد نتوقف في استراحة قصيرة ثم عودة إلى الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي. استراحة قصيرة. أعزائي المشاهدين، عودة مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي. دكتور، كنا توقفنا عند دراستك في كاليفورنيا ونتعرف على البعد الاجتماعي والأكاديمي والثقافي في هذه المرحلة وفي هذه الولاية. بالإضافة أستاذ أمل، بالإضافة للجانب الأكاديمي اللي ذكرته قبل شوي، وجود نخبة متميزة في جامعة كليرمونت أثناء الدراسة، كان هناك الجانب الثقافي، بمعنى أن احنا كنا حريصين على نروح في أي مؤتمر، أي ندوة، أي ملتقى ننتهز هذه الفرصة. يعني قريبة منا الجامعات متميزة مثل UCLA USC وغيرها من الجامعات، فأي ندوة أو محاضرة في هذا المجال كنا حريصين على الذهاب لها وأن يكون لنا فيها مشاركة. إضافة لذلك الجانب الاجتماعي، كان عندنا يوم اللي مع بالتحديد، يوم اللي مع غالبا بعد الساعة واحدة ما في محاضرات، فكان يبدأ بصلاة الجمعة. احنا بالنسبة لنا، احنا اللي ايام جامعتنا كان في قاعة يعني مستأذنين الجامعة وصلي فيها الجمعة، وثم تقدى، وبعدين في العصر عندنا كل يوم يمعى في مباراة نلعب كرة قدم مع كل الزملاء والاخوان، في من الكويتيين وفي من الأخوة العرب أو الخليجيين، نلعب كرة ثم كل واحد يروح يعني يتحمم أو يأخذ شاور، وبالليل في ملتقى في بيت أو يعني بعض الزملاء كانوا يمكن 5 بيت واحد، فكنا نلتقي هناك. وكان بالديوانية ملتقى ترفيهي ثقافي، يعني لما يجينا الكويت أي زائر، أذكر يانا الدكتور أحمد الربعي، يانا أحمد باغر، يانا محمد العوضي، يانا دكتور نجم عبد الكريم، يانا دكتور يعقوب الشراح وغيرهم كثيرين. أي واحد يجينا كان يصير فيه هناك مثل ندوة بالليل وعشاء، وأيضا جانب ترفيهي اللي هو ممكن عندنا نلعب بيبي فوت، نلعب كوت وستين، سولف، نشوف بعض. أحيانا يجونك أيضا بعض الطلبة اللي من ولايات أخرى، فكان يكون الحقيقة فرصة طيبة لهذه اللقاءات اللي هي كانت تثري وتخفف عنك. طبعا احنا اذا كان بعض الاخوان او خاصة المونيون بعضهم حوشهم هومسيك او الشوق للوطن، تخفف عنك هذا الجانب الرئيسي في تلك الفترة. انت تعتبر اصغر واحد يحصل على الدكتوراه والماجستير، سنك 27 سنة. هذا ما شعرت ان هذا تميز مثلا؟ الحمد لله سن صغير، ما أدري إذا أنا أصغر واحد ولا لا، يمكن فيه أصغر مني، لكن يعني كان فرصة أنه ما تخلص بسن مبكر، أن تعطيك فكرة أو يعني خبرة مبكرة، تقدر أنك يعني تلتحق بالعمل بجو في سن صغير. ويمكن ساعدني أن أخلص الجامعة بسن صغير، كان 21 سنة وبعدين كملت على طول، فتعطيك خبرة مبكرة، تعطيك نوع من الآفاق اللي تقدر تكمل عليها بعدين بدل ما تأخذها في سن متأخرة. أيضا يعني استفدت أني أنا عاصرت بعض الأساتذة والدكاترة في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي اللي كانوا زملائي، يمكن بعضهم درسوني وصاروا زملائي، وشيء حق فادني في هذا الأمر. أيضا تعطيك مجال للبحث، للدراسة، للاطلاع، وأيضا تبدأ وقت مبكر في تكملة هذا المسار. أنا أعتبر الشهادة أي شهادة بما فيها شهادة الدكتوراه هي الانطلاقة، وهي المفتاح الأولاني لازم تبني عليه. فأنا حرصت تقريبا كل سنة حضر على الأقل مؤتمر، حضر غير المؤتمر ويكون مؤتمر علمي عالمي يعني، أو يكون في ملتقى، يكون في ندوة تكمل على خبرتك، لأن العلوم تتطور والعلوم تتجدد ولا تقف عند حد معين. وأيضا ساعدني السن المبكر أن حتى يعني في المناصب اللاحقة اللي أخذتها وأنا بسن مبكر، أذكر لما صرت يعني عميد كلية كان عمري 34 أو 35 سنة، أذكر أنا رايح عند الكاونتر مال الكويتية، كان بالصدفة بجوازي مكتوب فيه عميد كلية،
فكانت أخت مصرية قالت لي أنت عميد كلية أنت؟ قلت لها هي أنا. قالت لا متى أنت متأكد؟ لا أنا. كانت تقول لي دحين عندنا راجل كبير فيعني يكون يدوب يمشي وأنت زي خدتها دلوقتي. فطبعا يعني هذه عطت خبرة. اليوم طبعا احنا أخذنا عقبها صارت الموضوع هذا صار له سنوات، لكن هذه خبرة مبكرة الحمد لله. يعني يعني أنعمت علينا الدولة في هذه البعثة، وإن شاء الله نكون يعني أدينا اللي إحنا نقدر عليه واللي فهذا فساعدني الحمد لله. نعم دكتور، أول وظيفة شغلتها بعد عودتك وأنت تحمل الدكتوراه؟ أول وظيفة بعد عودتي للدكتوراه عملت مع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، المدير العام الأسبق الدكتور جاسم خلف قال لي دكتور نبيك معنا، كان عنده مكتب تطوير إداري، كان في كل دكاترة ذوي خبرات من إخواننا العرب خريجين الولايات المتحدة وبريطانيا، فكنت أنا الوحيد اللي أول فترة معاهم كويتي دخلت معاهم كمستشار بالمكتب بالإضافة لتدريسي مقرر بالكلية، فاستفدت من خبرتي. وأيضا يعني أنا صحيح عندي العلم اللي أنا كدكتور، لكن أنت تحتاج خبرة، الخبرة هي تكمل العلم بحده لا يكفي، فاستفدت من الخبرات المتميزة حقيقة اللي كانت موجودة في المكتب في تلك الفترة. وبعد تقريبا 6 أشهر أو أقل من سنة صرت أنا مدير التطوير الإداري كمدير إدارة، وكانت من أوائل يمكن الإدارات التطوير الإداري الموجودة في الإدارات الحكومية، وكان دورنا ليس على مستوى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كنا نقدم استشارات للفريق اللي موجود معانا لجهات مختلفة، وبعدين التحق معانا الكثير من الأخوة الكويتيين منهم الدكتور آدم العتيبي والدكتور فيصل حربي والدكتور يوسف المطيري والدكتور عبد العزيز تقي، وبعض الاستشارات الأخرى أيضا دشوا معانا مثل الدكتور علي المضاف المدير العام الحالي للهيئة للتعليم التطبيقي في عدة دراسات معنا. فهذا الحقيقة كان نواة لخبرات قدمناها لكثير من الجهات الحكومية اللي كانت تحتاج لخبرات كويتيين موجودين في تلك الفترة، وكانت يعني في نفس الوقت أو بعدها فترة أيضا يعني أتيحت لي الفرصة أن يكون في هذا المكتب وأيضا يعني أكون لممارسات واستشارات في جهات أخرى. أعتقد في هالمرحلة كان الغزو وأنت كنت يعني معتقل وأسير بعد ذلك، شنو كان الأسباب يعني؟ والله كانت فترة يمكن مو طويلة مدتها لكنها كانت مؤثرة. يعني احنا في بداية الغزو ترى احنا كنا جريئين شوي، انا اذكر اول يوم او مو اول يوم يعني من الايام الاولى الغزو رحت شاليهنا من عبد الله بتفقده، فكان في عندنا جرأة، كنا ايضا ككويتيين يعني صامدين صحيح يمكن يعني تختلف كل واحد في دوره. فاذكر كنت اروح يعني كان عندنا يعني جلسات نقعدها اما بعد الصلاة كنا نصلي بمصورية من بيتنا، أو في الفترة بين المغرب والعشاء كنت أروح أكثر من ديوانية، يا أما ديوانية المرحوم بطلال عبد الله الرومي بالمصورية أو ديوانيتين في الضاحية اللي هي ديوانية النصف المباركي. فبعد عودتي من مرة من المرات جيت وإلا كان في تفتيش دقيق، وجدوا من أوائل أيام الغزو وكان في منشور مال كيماوي واعتبروا طبعا ان منشور معادي، ويعني كمموا العيون واليدين وسووا معي تحقيق في المدرسه اللي هي بالمنصوريه اللي الحين هي مدرسه الشيخه سعاد الصباح، وبعدين في مخفر الدسمه ثم في قصر نايف. ولكن الحمد لله الله يسرها. انا اذكر يمكن اذكر منها موقف صار، أنا أذكر اليوم الأول اللي كنت معتقل فيه بقصر نايف ما زلت أذكر هالموقف، كان يعني معصبين عيوننا وإيديننا ولكن يعني الواحد يحاول يستلقي. فكان عندي واحد كان واحد معانا بنفس المكان في قصر نايف في مثل صالة كبيرة كان فيها واحد يصرخ عمره 18 سنة أو 17 حسب ما أشوف، كنت أحاول أشوف من تحت يعني المكان المعصبين عيوني فكان يصرخ تكفى سامحني علمت عليك ما كنت أقصد تكفى سامحني، وهذا العراقي الموجود يقول له نام نام يا أبا ماكو شيء نام نام، فيرد بعد نص ساعة نفس الشيء. فظاهر أن كان هذا الشخص الصغير بالسن اضطر يعني أنه بالطيقة والتعذيب مسكين
فالحمد لله الله يسر، وربما يعني يمكن دخلتي بفترة قصيرة فادت حتى الأخوة اللي كانوا موجودين بالصدفة، وأنا طالع سمحوا لي بالصبح أن يعني قلت له بدي أصلي الفجر، فسمح لي أصلي الفجر، فرحت أتجدد برجعتي بالغرفة هناك شفت الله يذكره بالخير الدكتور عبد الرحمن المحيلان، وكان وقتها هو مدير عام التعليم التطبيقي، عرفه فأشر لي بيده أنه يعني بدون ما يكلمني يعني لا تقول أنا منه، لكن أنا أبلغت بعدين أهله أو جماعته بأنه هو معتقل وغيره، كانوا هم مجموعة الهلال الأحمر، كانوا ما يدرون هم وين معتقلين، ففاد هذا الأمر في عملية أنهم الحمد لله طلعوا من الاعتقال، وأيضا الحمد لله تيسرت أموري. إحنا دائما يقولون قبل إذا تقدر أو الأهل قدروا يتصرفون بالفترات الأولى وطلعوك قبل نجيت، ولكن قالوا لي أنت طلع بس أنت الحين أفضل لك أن تطلع من البلاد، لأن إذا أنت استمريت في أي مشكلة بتصير بالمصورية ترى أول واحد من تلك. يعني أيام تذكر ولا تعاد إن شاء الله. الحمد لله يعود علينا. دكتور اشتغلت في جامعة العين، ليش شنو الفكرة يعني أنك بعد يعني وجودي في الكويت مدة شهرين تقريبا وبعد عملية الاعتقال اللي صارت ورأيت أن لازم فعلا ما أننا أطلع، خرجت رحت إلى 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 الإمارات، وكان وقتها الوالد الله يرحمه وبعض أفراد الأسرة برا الكويت لما صار الغزو وراحوا الإمارات، فلما رحت الإمارات معي شهادتي ومعي يعني كل المستندات اللي معي كنت حاطهم معي بالجنطة، فكان أمامي خيارين أو يعني عرضين حقيقة، يعني منها جامعة الخليج بالبحرين وأيضا جامعة العين. جامعة العين في تلك الفترة كانت تقريبا هي الجامعة الوحيدة بالإمارات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكان سابقني فيها دكاترة كويتيين موجودين، وفعلا قدمت أوراقي وقبلوني كأستاذ زائر. احنا كنا مجموعة اللي موجودة 30 دكتور كويتي في مختلف التخصصات. بتلك الفترة الإخوان الإماراتيين ما كان عددهم كبير، حاصلين على الدكتوراه كانوا على أصابع اليد المحدودة، ووجود الكويتيين بالعكس حقيقة استقبلونا استقبال طيب وسعدوا بوجودنا وسعدوا بالحقيقة أيضا الشباب الكويتيين اللي موجودين كانوا ما قصروا، يعني بذلوا وجوه طيب في عملية يعني في كل في تخصصه، وكان عندنا يعني أيضا جلسة أسبوعية مع بعض أيضا كدكاترة كويتيين، وكان الشيخ نهيان آل مبارك وزير التعليم العالي كان له بصمات طيبة وكان له تشجيع وكان يلتقي معنا بشكل شبه دوري وخاصة مع الكويتيين وحرص عليهم ويعني يتبادل معهم الرأي، وأيضا إحنا الحمد لله يعني كل في مجال. أنا أذكر أنا بالإضافة لتدريسي اشتغلت في مركز التدريب هناك بحكم خبرتي كتطوير إداري، فكانوا لما يصير في ندوة أو يصير في لقاء في أبوظبي أو في دبي أنا اللي أذهب أو أمثل الجامعة أو أمثل الكلية في تلك الندوة أو في تلك المحاضرة أو غيرها. ليش فضلت أنك تكون عميد كلية الدراسات التجارية يعني على مناصب أخرى مثلا؟ حقيقة يعني يمكن معلومة مو كل من يعرفها، لكن أنا عندما يعني كان في عملية ترشيح لاختيار عميد كلية كان هناك مناصب أخرى معروضة علي خارج يعني خارج الهيئة ويعني أيضا بالقطاع الخاص، لكن ولذلك أنا يمكن بالأيام الثلاث الأولى للترشيح لأن في لجنة اختيار لم أتقدم للترشيح كعميد لكلية الدراسات التجارية، لكن يمكن باليوم الثالث أو اليوم الرابع أو الثالث يعني اتصل فيني الدكتور أحمد الربعي رحمه الله كان وزير التربية وزير التعليم العالي، قال لي دكتور أنا ودي أمر الوالد بالديوانية بس قبل لا أمر الوالد ودي أقعد معاك بالمختصر. فقلت له حياك الله دكتور أي ساعة؟ قال لي كذا، فيه يا دكتور قعد معي بالمختصر. فقال لي الله يرحمه الله يرحمه، فقال لي دكتور أنت يعني دكتور ونعتز فيك والحمد لله مؤهلاتك طيبة وأيضا علاقاتك زينة، أنت عندك علاقة مع يعني كل المجاميع الموجودة بالكلية بكل فئاتهم البدو الحضر السنة الشيعة وأيضا خلفيتك الأكاديمية ومدير إدارة قبل، فليش ما قد أو ما يعني ما تقدم لعميد كلية دراسات تجارية؟ فقلت له أنا يعني خلي الأماكن اللي برا، أنا دائما ما يهمني حقيقة يعني ماكو واحد مثل ما يقولوا ما يحب الفلوس،
عرفت شو المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن أنا الفلوس ليست أولوية في حياتي، يعني الحمد لله تجي يعني بدون ما الواحد يطلبها لله الحمد وبما يكفي الحمد لله. لكن أنا لو أنا بقعد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، أنا مدير إدارة، والمسار الطبيعي لي أن في مناصب نواب مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، فالوضع الطبيعي أنا أشغل أحد المناصب. فقال لي لا، إحنا الوطن يحتاجك أكثر في هذا المجال، وأنت أكاديمي وهذا منصب أكاديمي. مقنع الله مقنع صدقين، ما طلع على أقنعني. ثاني يوم رحت رشحت لي، ويعني تخليت عن الخيارات أو ما أصريت على الخيارات الأخرى، وأخذت هذا المكان اللي هو كعميد بكلية الدراسات التجارية. نتوقف يعني في استراحة قصيرة ثم نتحدث عن الإنجازات في هذه المرحلة. استراحة قصيرة عزيزي المشاهد. عزيزي المشاهد، عودة مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الرفاعي. دكتور، توقفنا عند أهم الإنجازات في كلية الدراسات التجارية. الحمد لله، يعني في الفترة اللي شغلت فيها عميد كلية الدراسات التجارية هي كانت 6 سنوات، ثلاث فترات، كل فترة سنتين، حققنا الكثير من الأشياء، بس من ضمنها أذكر يعني استحداث دبلوم قانون. شكلنا لجنة من القضاة ومن الناس ذوي الخبرة، واستطعنا الحمد لله أن نستحدث هذا البرنامج اللي يمكن مو موجود إلا في دول قليلة عربية، اللي هو سنتين دبلوم، اللي يحب أن يلتحق بسوق العمل أو أن يكمل البكالوريوس. أيضا أفردنا برنامج السكرتارية عن الإدارة، كان برنامج الإدارة والسكرتارية، واللي كان نواه بعد ذلك لإنشاء معهد السكرتارية اللي الآن أيضا أصبح معهد الخدمات الإدارية. الجانب الثالث التركيز على البعثات بشكل كبير، يعني ابتعثنا ناس ووضعنا نظام بحيث كل واحد أو كل عضو هيئة تدريس ممكن يكمل ماجستير أو دكتوراه، وخاصة بالجامعات المميزة في بريطانيا أو في أمريكا أو في أستراليا، وهذه البعثات استفاد منها الكثير. بعضهم بعد ما تخرج اليوم في كثير من الزملاء الموجودين بجامعة الكويت هم كانوا نوال البعثات اللي قامت فيها الكلية أو قام فيها التعليم التطبيقي، بالإضافة للكثير كنا نقيم العديد من الندوات والعديد من المؤتمرات في كلية الدراسات التجارية، كانت محطة للتواصل مع سوق العمل، وكان عندنا يوم المستقبل الوظيفي، فكان حقيقة تفاعل كبير أثمر العديد والكثير من الجهود اللي عملت في تلك الفترة. صدر مرسوم أميري كمدير عام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وطبعاً والتدريب. هذه التجربة نقلة طبعاً هي من عميد لكلية الدراسات التجارية إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ماذا تقول عنه؟ الحمد لله، أنا أعتقد أن تجربة ثرية، يعني ل4 سنوات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حققنا فيها الكثير مع الفريق، ويمكن يعني ما أثلج صدري بعد انتهاء مدة عملي كعميد كمدير عام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتحاقي بعملي الحالي كمدير عام لمعهد الدراسات المصرفية. تلك الفترة عملوا لي حفل تكريم، من ضمنه مشكورين، هذا شيء يشكرون عليه، في تلك الفترة عملوا لي كتيب من 60 صفحة على الغلاف، حطوا إنجازات الرفاعي. طبعا هي ليست إنجازاتي وحدي، لكن إنجازات الفريق اللي معاه، بل هي على سبيل المثال للحصر نحن أيضا عملنا الكثير من البعثات، حطينا نظام محدد لتعيين المناصب الإشرافية سواء بالكليات أو المعاهد. يسعدني أن يمكن المعايير اللي وضعناها ما زالت موجودة لليوم، صار عليها تعديل بسيط، لكن حدت من الخلافات اللي كانت موجودة لمناصب العمدة ومساعدي العمدة ورؤساء الأقسام أيضا في بعض المناصب الموجودة. جانب آخر، توسعنا كثير بالإنشاءات في سواء يعني كل الحين بالعرضية، كلية الدراسات التجارية بنين، وكلية الدراسات التجارية بنات، وكلية التربية الأساسية بنين، وكلية الدراسات التربية الأساسية بنات، كل هذه يعني الحمد لله في خلال الفترة القصيرة أنجزت.
بالإضافة إلى الكثير من التوسع بالكثير من المعاهد والكليات اللي تمت كانت كلها في تلك الفترة، وثقنا العلاقة أكثر أيضا مع سوق العمل. كان عندنا هدف أساسي أيضا أن يكون هناك برنامج سميناه 2+2 أو 2+2، أن يكون هناك مسار لمن يرقب بالتحقق بسوق العمل ومن يكمل. يمكن ما تحقق في كل المجالات لبعض وجهات النظر اللي كانت موجودة من يعني تلف من وزير الآخر، ونحترم الآراء، لأن احنا نجحنا في أكثر من برنامج، جعلناه برنامج بكالوريوس في تلك الفترة، سواء في كلية العلوم الصحية أو كلية الدراسات التكنولوجية. وكان أيضا بالإضافة للأمور الكثيرة الأخرى اللي مثل ما قلت الأخوان مشكورين حطوها بستين صفحة. دكتور، ما تقييمك لتجربة عملك في أكثر من مؤسسة تعليمية؟ الحقيقة أنا يمكن هذا لحسن الحظ أن يعني عملت في أكثر من جهة، بعضها كعضوية مجالس إدارات أو رئيس مجلس إدارة، تعطيك خبرات وتعطيك معرفة، وأيضا في نفس الوقت الإنسان يعطي ما يستطيع وما جمعها من خبرات طوال السنوات السابقة، وتفيدني أيضا لما أجي أدرس سواء بالجامعة أو بالهيئة أو حتى بالدورات التدريبية اللي كنت أشارك فيها. أنا كنت أشارك بدورات تدريبية حتى للقيادات ومن ضمنها وكلاء وزارات. فأنت يعني ما بعض الأحيان ما يجيك واحد يقولك أنت والله تعطينا كلام نظري، بس الحمد لله أنا ما كنت أواجه هذا الشيء، لأن يعلمون أني أنا عندي خبرة من المجالين، فهذه الخبرة تعطيك. أنا تخصصي إدارة، فأنا ما أدش في مجال إداري كأنك قاعد تسوي حالة عملية قاعد تكتسب فيها خبرة وتفيد غيرك فيها. هذه الخبرة المتراكمة لا شك أنها لها انعكاس طيب، وأنا دائما أقول من لا يعمل ما يخطئ، ماكو إنسان ما يغلط، ماكو إنسان ما، لكن هذه الخبرات المتراكمة تخلي دائما تجربتك ثرية أكثر، وتتقلب على قد يكون مثلا هني بعض الأخطاء أو هني بعض الممارسات بحيث ما تتكرر في الممارسات الجديدة. استقر بك المقام في معهد الدراسات المصرفية، هل هذا يعني تتويج لإنجازك العلمي؟ والله الأخوة مشكورين، يعني محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك يعني عندما عرضوا علي أن أكون في هذا المكان، هو مكان جديد كمكان اقتصادي استفدت منه، لكن أيضا في جانب تعليمي وتدريبي عندي خبرة متراكمة فيه، استفدت من وجود هذه الخبرات الاقتصادية الحقيقة، واستفدت منها الكثير على مستوى سواء في الدورات أو تواجدي معاهم في الكثير من المجالات. اليوم المصارف والبنوك هي عصب الاقتصاد الكويتي، ومهم أن يعني تدعم هذه الجهات، ومهم أن تعطى دور كبير، وخاصة أنها اليوم مسؤولة عن يعني تدريب وتعيين نسبة عالية من الكويتيين. اليوم النسبة العالية بالكويتيين وصلت إلى فوق 70%، والسعي اللي قاعد يسعى له البنك المركزي والبنوك الكويتية أن تكون نسبة أكثر وفي المستويات الوظيفية الأعلى. دورنا معاهم أن احنا نتعاون في أن احنا فعلا نهيئ هؤلاء الشباب لتقلد هذه المناصب، واحنا سعيدين كثير منهم اليوم يعني في مناصب عليا، وبعضهم حتى أخذ خبرات وانتقل لمكان آخر استفادت من طبعا دولة الكويت في هذا المجال. فهي الحقيقة هذه الاستفادة استفادة كبيرة، خلتنا أيضا في كلية في معهد الدراسات المصرفية أن نقدم خبرتنا في مجال التدريب حتى الجهات الأخرى. اليوم جهات أخرى تستعين فينا سواء في عملية التدريب أو في عملية الاختبارات، احنا نسوي اختبارات للتعيين للمتقدمين بالعديد من الجهات، سوينا منها على سبيل المثال للحصر لهيئة سوق المال ولنزاهة وللبنك المركزي والبنوك الكويتية، وفي جهات الآن أيضا كثير راغبة ونعمل فيها في المجال. فالحمد لله إن شاء الله نكون وفقنا في تنمية والمساهمة في تنمية الموارد البشرية، وبخاصة للموارد البشرية الوطنية الكويتية. دكتور، أنت تعلم بأن الديوانية في الكويت هو برلمان مصغر، ماذا تقول؟ وهل أنت من رواد الديوانيات؟ نعم، أنا من رواد الديوانيات، لكن بتنظيم. يعني أعتقد ديوانيات منتدى، وأنت تنتقي مثل أنت تنتقي أي نوع من الأزهار. في ديوانيات ثقافية بالكويت تروح تقعد تستفيد، في أدباء وفي مفكرين وفي علماء وفي أساتذة الجامعة، تستفيد من جلستك معهم، تأخذ معلومات، حصيلة المعلومات خبرات تأخذها في هذه الجلسة. نعم. في ديوانية أخرى سياسية تكلمون عن الانتخابات، يتكلمون عن دور مجلس أمة، يتكلمون عن دور مجلس الوزراء، يتكلمون عن تطلعات البلد.
في مجال آخر، في ديوانية أخرى هي ديوانية اجتماعية جزء من دورنا نتزاور مع أهلنا ومع جماعتنا ومع، فهي الحقيقة في تنويع. والذكي هو أن الذي يحاول يعني يأخذ من كل بستان زهرة بحيث أن يجمع ويستفيد ويعني يكمل هذا الدور. لذلك أنا حريص على أن يعني ديوانيتنا يوم الأحد في المنصورية أن احنا الحمد لله يكون أكثرها جانبها ثقافي أكثر، لكن أيضا يعني أنا أحيانا واحد يبي جانب ترفيهي، يمكن أروح يا يعني ما أروح لربعي وأصدقائي في أيام جامعة الكويت، أو ربعي وأصدقائي الحمد لله ما زال عندنا أيضا اللي هو الديوانية في الموجودة أن احنا نروح لهم. فهذول الديوان اللي أيام أمريكا وديوان الكويت هذه تكون للجانب الترفيهي، يمكن نروح نلعب كوت نغير جو، تقدر تنطلق في الأمور الكافة، فهي تجمع بين الأمرين وتجعلك الحقيقة تستفيد وبما لديك من معلومات أيضا تنقلها للآخرين. وأعتقد هي ظاهرة صحية في الكويت احنا نحسد عليها يعني من بقية الدول الذين ليس لهم مثل هذا البرلمان المصغر المسمى ديوانية أو منبر حر. يعني دكتور، في تحديات الآن تواجه الكويت على المستوى الاقتصادي في السياسة، في ماذا تقول يعني ما هي وجهة نظرك في هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن احنا نواجه تحديات بانخفاض أسعار النفط لا شك، يعني هذا الأمر يمكن ظهر بشكل كبير مع كورونا وجائحة كورونا، لكن احنا يجب أن نعمل حسابنا لهذا الأمر وأن يكون هناك فعلا بدائل أخرى مكملة عن النفط. يمكن أن النفط نتوقع أن يستمر، لكن يمكن أهميته قد تقل أو ربما أسعارها تقل، خاصة في أغلب تقديرات الاقتصاديين أنها لن ترتفع على قلب الثلاث سنوات القادمة، ربما مستقبلا سيكون بأسعار أعلى إن شاء الله، لكن بالثلاث سنوات القادمة. وبذلك لازم أن نضع لنا استراتيجية، ويجب أن الاستراتيجية هذه تكون واضحة وتوضع موضع التنفيذ ليكون هناك روافد للنفط. النفط موجود لكن ما نعتمد عليه 90%، هذا يحتاج أن يكون هناك فريق متكامل، فريق متعاون. وأنا إن شاء الله أنا لست متشائم، أنا بالعكس متفائل، لكن لأن إحنا ما زلنا الحمد لله الوضع المالي متين للكويت، لكن إذا إحنا ما أخذنا الأمر بجدية سنستنزف الموارد اللي عندنا بدون أن يكون هناك تفكير مستقبلي، فنفكر للحاضر ونفكر إن شاء الله للأبنائنا بالمستقبل، والمستقبل الكويت إن شاء الله يكون واعد ومشرق إن شاء الله. دكتور، لو يعني طلب منك أن تقوم بدور الآن في الحياة السياسية يعني ماذا تقدم؟ هل تأخر تتقدم وأنت رجل يعني وريث رجل كان قد شارك منذ بدايات يعني الاستقلال والوزارات المختلفة، كان هو أحد العناصر المهمة في هذا العمل في دولة الكويت في بناء الوطن؟ حقيقة الواحد ما يبخل على وطنه بأي دور ومن أي موقع من المواقع. يمكن أنا اشتغلت في المجالات الأكاديمية والمجالات التربوية والمجالات الاقتصادية وفي القطاع الخاص وفي القطاع العام، فالإنسان يجب أن يقدم لوطنه، ومهما قدم لوطنه فهو قليل، لأن الوطن يعني قدم لنا الكثير منذ السنوات الأولى في حياتنا وإلى اليوم، وكل ما يقدم مساهمة من أي موقع متى ما رأى أن الموقع يستطيع أن يقدم فيه أكثر من موقعه الحالي لن يتردد، مع أني أنا الحمد لله في موقع الحالي مرتاح ومدين للفريق ومدين أيضا يعني الدعم الكبير من الجهات المسؤولة كالبنك المركزي والبنوك، لكن الواحد ما أي مكان يستطيع أن يقدم فيه يشعر ممكن يقدم فيه دور أكثر أكبر فلن يتردد. دكتور، كلمة أخيرة قبل ننهي هذا اللقاء. بودي أن أقول أن إحنا إن شاء الله يعني هذه الجائحة تمر على خير ويمتعنا الله سبحانه وتعالى جميعا بالصحة والعافية والاستقرار، ونتمنى إن شاء الله أن يكون المرحلة القادمة أيضا بعد ما يعني فقدنا الكبير الشيخ صباح مرحلة أيضا مرسومة بالأمل بوجود الشيخ نواف سمو الأمير والشيخ مشعل سمو ولي العهد،
وأن يكون إن شاء الله تركيزنا على تطبيق القانون وعلى المحافظة على الدستور وعلى أن نتكاتف جميعاً للارتقاء بهذا الوطن العزيز علينا جميعاً. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة أشكر الأستاذ الدكتور يعقوب يوسف الربهاعي، شكراً دكتور على هذا الحديث الطيب الممتع، ونسأل الله أن يوفق قيادتنا الجديدة، وأيضاً نسأل الله أن يرفع عنا البلاء والوباء. تحياتي لك وتقديري لهذه الجلسة الممتعة. عزيزي المشاهد، إلى اللقاء.